عليكم السلام يا سيدي. انا محمد الصغير، محمد فلوريس الجزائري، كنبيع الورد فلوريست. بالنسبه لوي ماكس كيما هي في حقها، لوي ماكس راه عام اكثر من عام، كل عام كيكون رواج اكثر من العام اللي داز. هذه تقريبا نقول تقريبا من 2000 لهنايا، يعني عام كيزيد على عام، يعني ربما بالنسبه للقضيه ديال الاعلام فيها بزاف ديال الحوايج اللي كتخلي الناس يكون عندها اقبال على اقتناء الورود، خصوصا الورود في هذه المناسبه ديال لوي ماكس. بطبيعه الحال الورده خصك تحس بها، او الزهره بطبيعه الحال، كاع الزهور كاع الانواع ديال الزهور خصك تحس بهم، خصك تتكلم معاها، تهضر معاها، كتشوفها واش خصها الماء، خصها هادي، خصها، فهمت؟ حتى هي كتحس بها بحال اللي وحده ديالك، فهمت؟ باش هاد الزهره تعطيك الاخر خصك تهتم بها، تعطيها شويه ديال الحب، تعطيها شويه ديال الاهتمام. لا على غرار عيد الحب كيكون رواج، كيكون في 8 مارس، كيكونوا مثلا في الصيف، تقريبا نقول العام كامل كيكون فيه الرواج بالنسبه للورد، خصوصا في مدينه وجده، راه معروفه ببيع الزهور في مدينه وجده، راه ربما راه من الثلاثينات ولا من الربعينات ولا من العشرينات، والزهور تباع في هذه المدينه ديال وجده اللي من وقت الاستعمار. يعني هذه الثقافه ديال الورود، ولو ان كان واحد الناس قلال اللي كيشريو الورد بحال المغرب مثلا، كامل كان واحد الناس قلال كيشريو، واخا نقولوا الدار البيضاء ولا الرباط وهذه، ولكن كان ناس قلال اللي كيقتنيوا الورد من تما. علاش؟ لان كان واحد النسمه كبيره، كان بحال مثلا الدار البيضاء كاع كانت تقريبا شي 8 مليون نسمه، ولا على حسب، ولا الرسمي كيقول لك 7 مليون الاخر، راه تقدر لي فلوغيست تحسبهم على رؤوس الاصابع، تقدر في ساعتين تحسب شحال كاين فلوغيست مثلا. نقدر انا غادي نبالغ ونزيد كاع نقولوا كاين 100 فلوغيست، هي ما يمكنش تكون 100 فلوغيست في الدار البيضاء ولا الرباط ولا هادي. ولا بغيت نقول لك زعما باللي مدينه وجده، يعني النسبه اللي كتدي الورد بحال النسبه اللي كتديها في جميع المناطق ديال المغرب. اسيدي كنتمنى لكل نساء العالم، نتمنى لهم الصحه والعافيه والتقدم والازدهار، وتحيه نضاليه لكل نساء العالم، وشكرا. كنتمنى لهم النجاح، هذه القناه، هذه الفتيه هذه، نتمنى لكم النجاح، وتحيه لكم عاوتاني حتى انتم اللي راكم كنتم في هذه المبادره هذه. بيان سور، تفضلوا اسيدي انس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.